أحتاج حقا بعض المساعدة. لنرى ما لدينا هنا. مرحبا، أنا على وشك التفوق في الاختبار. ها؟ سلكت اليوم طريق السياحية في طريق إلى المدرسة. ماذا فادني؟ حذاء رائع، أليس كذلك؟ إنه حذاء مميز، إنه الوحيد في العالم. واو، مرحبا. هل تريدين بعض الأجوبة؟ يحتوي هذا الخاتم على كل شيء. جميل جدا، أليس كذلك؟ أعتقد أنك محظوظة اليوم. أنا قادم يا آنسة، لقد وجدت اثنين من المقاس الثامن. لا، ما رأيك في هذا؟ لا. حسناً. مزعج للغاية. وهذا؟ وهذا؟ إيوه، مستحيل. كفى. لا، أعطني فرصة أخرى. يجب أن أفكر في شيء ما. عرفت ما تريده. حذاء عادي؟ لا مشكلة. يمكن لهذا الوشح الجميل أن يغير الأمر. ساقصه ليكون بحجم مناسب. وهل هناك شيء أفضل من قاع حذاء ذهبي؟ إنه يجعل الحذاء أكثر جمالاً. هذا ممتاز. أشعر بالملل. هل يعجبك هذا؟ يعجبني، إنه يدهشني. هل هو بمقاس مناسب؟ يا إلهي، لقد نجحت. هذا أجمل حذاء على الإطلاق. شكراً لك، شكراً لك. تستحق إكرامية أكبر. خذ هذه النقود كلها. أنا رجل محظوظ. أنا ذاهب إلى البهاماس. واو، هذا المكان جميل للغاية. انظروا إلى كل هذه الأحذية، جميلة كالحلوى. لي، سأخذ هذا. هل هذا كاف؟ دولار واحد لا يغطي ثمن حزام واحد. حقا، هذا كل ما لدي، لكنني أريد هذا الحذاء. سأرى ما يمكنني فعله. لدي هذا من الموسم الماضي. ربما يجب أن أجربه. آمل أن يكون مناسبا. لنرى. حتى الآن كل شيء على ما يرام. لا أدري، يمكنني إجراء بعض التعديلات. في حالات كهذه أنت من عليه تغيير الوضع. إن كنت تريدين الحصول على صندل جميل، اصنعيه بنفسك. إنه جميل للغاية. واو، سأخذه. ياي، وداعا. ليتني أستطيع الذهاب، ولكن ليس لدي شيء أرتديه. حسناً، ماذا لدينا بعد؟ ما هذا الشيء؟ قميص، فستان، فوضى، لا يهم. هل هناك أي شيء آخر؟ ما هذا؟ واو، فيه، أخيراً. شكراً لك. هل أنت حرية حقيقية؟ هيا، هل تمزحين معي؟ لا. عذراً، أنا آسفة. أعتقد أن هذا سيعجبك. هذا رائع. لا أدري، إنه ليس مناسباً. جربي هذا. هذا ما أريده. يعجبني كثيراً. يوه، أشعر بالراحة. استمتعي في الحفل. حان وقت المرح. هذا المكان رائع. واو، إنه جميل للغاية. مرحباً. هل هذا فستاني؟ هذا محرج جداً. لا، هذا غير مقبول. سأجعله مختلفاً إذن. ستفي قطعة القماش هذه بالغرض. إنها بلون مختلف تماماً. هاي، أعطني قطعة القماش من فضلك. شاهدوا ما سأفعله بهذا. لن تجدوا أحداً آخراً يرتدي مثله. هذا أمر مؤكد. حسناً، اللمسات الأخيرة. ولقد انتهيت. لقد عدت. واو، يا له من زي جميل جدا. اللون رائع للغاية. أجل، توقعت أن تقولي هذا. لنرقص. أنا قادم. انظر إلى تلك الوضعية، إنه حساس جدا ووسيم. حسنا، هذه الصورة المفضلة لدي. كأنه ينظر مباشرة إلي. سنكون ثنائيا رائع. سأنقر إعجاب على هذه الصورة بالتأكيد. أهلا، هل لدي وشم؟ أحتاج إلى إلقاء نظرة عن قرب. إنه رائع جدا وقلب
الحب ذلك، إنه جميل جدا. ربما يجدر بي الحصول على وشمه، فشكل ذراعي ممل جدا، لكنني أخشى الإبر. مهلاً، ربما لا أحتاج إلى وشمة، أستطيع استخدام هذه بدلاً من ذلك. سأزيل الجزء الخلفي وسأضعه على ذراعي سأضغط عليها لتصبح مسطحة. أحتاج الآن إلى مكياجي. سأختار اللون البرتقالي. أريد أن أغطي القلوب، ثم سأجرب ظلال العين الزرقاء. كان يجب أن أفكر في هذا من قبل. سيكون شبيهاً بوشم حقيقي، ولا توجد أي إبر. هو إنه أفضل مما كنت أعتقد. وقت الصورة الذاتية. أتمنى أن يراها جاستن. أوه، بدأت في الحصول على إجابات بالفعل. أو رسالة. هل يحدث هذا حقاً؟ بالطبع موافقة. لدي موعد مع جاستن. يجب أن أستعد. يا له من يوم مدهش. لقد قضيت أفضل الأوقات. أوه، كان ذلك مؤلماً. يسرني أنه لم يرني أحد. يا الهول، فستاني. إنه ممزق. أعتقد أن بإمكاني إصلاحه. الطبيعة الأم ستكون فخورة، وأنا كذلك. لا أصدق أنني أطلت النوم، لكني وصلت إلى المدرسة في الوقت المحدد. من الأفضل أن أغير ملابسي لصف التربية البدنية. على الأقل تذكرت إحضار ملابسي. لنلعب الكرة. انظروا إلى هذه الفوضى. هؤلاء الأطفال المزعجون لا ينظفون أبداً. سألقي بكل هذا في القمامة. لا ينتهي عمل المنظف أبداً. ماذا سيفعلون بدوني؟ ربما سيعينون منظفاً آخر. يلا من مباراة رائعة. حان الوقت لأرتدي ملابسي. مهلاً، أين بقية ملابسي؟ كانت هنا. لا يمكن أن تكون قد اختفت فحسب. هذا سيء. لا يمكنني الذهاب إلى الصف هكذا. إنه شاحي. قد يكون هذا مفيداً. سأطويه من المنتصف، ثم سألفه حول خصري. من هذا الطرف أولاً، ثم من الطرف الآخر. سأحتاج إلى ربطة شعري. سأخذ جزءاً من القماش وسأمرر الربطة عليه. سيثبته هذا في مكانه. لقد أحببته. يا له من يوم. لقد نظفت المنزل ونظفت بالمكنسة في كل مكان. حان الآن وقت الغسيل. أشعر أنني لم أتوقف طوال اليوم، لكن علي إتمام هذا. على الأقل كدت أنتهي. لا يوجد إلا شيء واحد لكيه، وبعد ذلك أستطيع الاسترخاء. ربما سأشاهد فيلماً. أوه، هناك شخص يتصل بي. مرحباً. حقاً، ماذا فعلت ماندي؟ هذا مضحك جداً. مهلاً، ما هذه الرائحة؟ إنها أشبه برائحة حريق. لا، آلة الكي. بلوزتي بها ثقب. لا أستطيع ارتداءها مجدداً. هل يمكنني ذلك؟ لدي فكرة. أحتاج إلى إلهام فحسب. هذا جميل. إنه زاهي الألوان. سأضع التصميم فوق الثقب. أحتاج إلى غلاف بلاستيكي الآن. سأستخدمه لتغطية الصورة. سأقص الغلاف الزائد. لقد انتهيت من هذا. ثم سأحتاج إلى قطعة من الورق المقاوم للحرارة. سأضعه فوق البلاستيك. أحتاج إلى تغطيته بالكامل. لنستخدم الحرارة الآن. سأمرر آلة الكي على الصورة. سألقي الصورة مسطحة. ينبغي أن يكون هذا كافياً. أمل أن الأمر قد نجح. سأنزع الورقة. هذا ما خططت له تماماً. يجب أن أحرق المزيد من البلوزات. ثم نضع اثنين هنا. هذه هي الطريقة التي نكتشف بها المتغير سين. هاي، حفل موسيقي؟ إنه الليلة. انظري، علينا أن نذهب. واو، لنستعد. مهلاً، يجب أن أرتدي أقراطي وتاجي، لأنني أميرة. أميرة شرسة. بالضبط. انتظري، يجب أن أتخلص من هذا اللمعان. لا، لقد كان ذلك قوياً. يايكس. هلا، هذا ليس جيداً. أجل، إنه مقزز جداً. انتظري. انظري، ارتدي. حسناً. لست متأكدة من هذا. اقلبي. حسناً. نعم، هكذا. حقاً. والآن اسحبي. حسناً. هل أعجبك؟ واو، يبدو أنيقا للغاية. هل أعجبك؟ لنحتفل. حسناً، أعتقد أنني سأرتدي هذا. تباً. لكن أبدو جميلة كما يجب. يوم آخر في المدرسة. على الأقل لدي هاتفي ليسليني. يا إلهي، بلوزتي. لا أستطيع ارتداءها.
مهلاً، أعتقد أن بإمكاني إصلاحها. أستطيع استخدام هذه الأقلام الرصاصية. سأثبت قلماً رصاصياً على بلوزتي، ثم سأضيف المزيد. سأواصل هذا حتى نهاية البلوزة ليغطي البقعة بالكامل. يبدو هذا جيداً. يلا من ألوان زاهية، لا تخبر أحداً فحسب، اتفقنا؟ تعلم ذلك، أنا أبدو مذهلة فعلاً. سأكون ملكة حفل تخرج الراقص، لكن علي العثور على فستان أولاً. لا لا كلا، لا أحب هذا، لا يصلح أي من هذه الفساتين. مهلاً، هذا هو الفستان المناسب. التفاصيل، الفن، الجواهر، إنه جميل، إنه فستان أحلامي، سيبدو رائعاً علي. مهلاً، كم ثمنه؟ الفستان؟ هو هذا جنوني. أمل أن أتمكن من تحمل تكلفته. لا أعتقد أن هذا كافٍ. أعتقد أنه ليس مقدراً لي الحصول عليه، لكن يمكن للفتاة أن تحلم. مهلا لحظة، لدي فكرة، سأحتاج إلى هذا. أنا على وشك تحويل هذا إلى شيء مميز. سأضعه على الطاولة، ثم سأحتاج إلى قلم تحديد أسود. سأرسم خطاً على منطقة الصدر، ثم سأرسم خطاً على الكتفين. لا يمكنني نسيان الجانب الآخر. ثم سأرسم خطاً على الرقبة. بمجرد الانتهاء من ذلك سأحتاج إلى مقص. سأقطعه إلى أقسام. لقد قصصت قماشاً عاكساً إلى شرائط. سأثبت الشرائط على خط العنق والخصر. لقد قمت بتنسيقه مع بنطلون براق، إنه أنيق وعصري وكان من السهل تنفيذه. هيا نحتفل، جاسمين هي ملكة الحفلة الجديدة لدينا. هذا مريح جدا، لا أحصل أبدا على وقت لنفسي. هذا تغيير جميل، سأستغل وقتي إلى أقصى حد ممكن. ها؟ ما هذا؟ أو إنها من جاستن. مهلاً، 15 دقيقة، أنا بحاجة للاستعداد. لقد نسيت تماماً أننا كنا سنلتقي. من الأفضل أن أسرع. ليس لدي وقت لتصفيف شعري. بعض البودرة سيكون ذلك كافياً. هذا القميص جميل، كدت أنتهي. هذا الجينز يبدو جميلاً دائماً علي، إنه أضيق مما أتذكر. هيا أدخل. لما هذا صعب هكذا؟ هذا مزعج للغاية، لنحاول مرة أخرى. مهلاً، لقد نجحت. كم هذا مطمئن. تراجعت عن كلامي، حان وقت الرحيل. مهلاً لحظة، هل تمازحني؟ كنت أتساءل لما أشعر بتيار هواء. هذه كارثة. علي تغيير ملابسي وبسرعة. إلا إذا لدي فكرة، سأحتاج إلى قماش الدانتيل هذا ومقص. سأقص قطعة قماش الدانتيل إلى نصفين، وسأصنع قطعا موازية للخياطة. سأقطع خياطة الساق بأكملها، ثم سأستخدم الغراء على الخياطة، ثم سألصق الدانتيل على الغراء. أريده أن يكون ثابتا بإحكام. هذا ما تخيلته تماما، أتوق للتباهي به. كان هذا سهلا جدا. هذا البنطلون الجينز رائع كتنورة طويلة. مرحبا، أنا في الطريق. هذا تمرين تمدد جيد. هذه العضلات لن تعتني بنفسها. لا مكسب بلا ألم. يا إلهي، جاستن ينظر إلي. أنا سيئة جدا في المغادرة. أنا أنظر إلى نفسي في المرآة. ماذا؟ هل أنت جاد؟ هذا سيجذب انتباهه. أنا آلة تمارين رشيقة وقوية. لا، ألم يتأثر؟ سأجرب شيئا آخر. سأمارس بعض تمارين تدوير العنق، وسأنثر شعري إلى الوراء بشكل عابر. هذا ينجح في إعلانات الشامبو. أشعر بالدوار. أنا بحاجة إلى استراحة. أنت تفسدين الأجواء، أنا وعضلاتي فحسب. واو، هذا غريب نوعا ما، أنا لا أفهم. الآن فهمت، شعري فوضوي، علي تصفيفه، وأنا أعرف بالضبط ما يجب علي فعله. سيكون هذا رائعا، سأدهش جاستن. أحتاج إلى هذا الأنبوب الإسفنجي، سأقطع جزءا منه. ينبغي أن يكون هذا كبيرا بما يكفي. ثم سألف شعري حوله، سألفه بإحكام، علي تثبيته في مكانه. هذه الشبكة ستؤدي الغرض. سأفعل الشيء نفسه على الجانب الآخر، سيعطيني تجعيدا فوري. علي الانتظار فحسب، سأبهره. جاستن، ما الأمر الآن؟ ماذا ترتدين؟ شاهد هذا، أمهلني لحظة فحسب. كأنني خرجت من صالون تصفيف. لم أرى هذا من قبل في صالة الجيم. هذه آخر قطعة، ثم سأنثر شعري للخلف. ما رأيك؟ تبدين مذهلة. هذا هو رد الفعل الذي أردته. يا جاسمين، هل تودين الخروج معا لاحقا؟ يمكنك مشاهدتي أثناء رفع الأثقال. لنخرج لتناول العشاء بدلا من ذلك. ولكن لن أفقد الأمل. هل تحتاجين إلى تحويل القميص العادي إلى قميص رائع؟ ليس عليك سوى كي رسمة جميلة. ورق الشمع فعال حقا. ليس عليك سوى إزالته وسيبدأ الاحتفال. إنه رائع، أليس كذلك؟ واو، أعتقد ذلك. أجل، هل تريدين ارتداء قلادتي؟ أنا؟ بالطبع، ستمنحك مظهرا أكثر جمالا. هذا رائع، هيا بنا نرقص.
يبدو هذا رائعاً. ماذا عن هذه التخفيضات؟ ها؟ من هذا؟ مستحيل! هل لدي موعد الليلة؟ يجب أن أستعد. أولاً الملابس. أوه لا، سأرتدي هذا. أوه لا، هناك بقعة، لكنه البنطال المفضل لدي. ماذا سأرتدي الآن؟ هل أتخيل أم أنها تشبه الفراشة حقاً؟ ربما يمكنني منحها شكلاً أفضل. حان وقت الفراشة. لطيف، سأثبتها الآن بهذه القطعة الخشبية بسرعة قبل أن يجف الغراء. والآن سألون فوق الفراشة. اخترت اللون الأسود. والآن قبل أن يجف الطلاء سأطبعه على القماش. ضعي العدد الذي تريدينه. يعجبني هذا كثيراً. سأغطيها بورق الشمع وأمرر المكواة فوقها. سيكون البنطال جاهزاً بعد بعض الوقت. هل هذا لطيف أم ماذا؟ وفريد أيضاً، إنه مميز. حسناً، أنا مستعدة. هل تعتقد أن هذه الحيل ستكون مفيدة يوماً ما؟ أخبرنا برأيك ولا تنسى مشاركة هذا الفيديو والاشتراك. سأتأخر. هذا الحذاء مناسب، أبدو جيدة. أي حقيبة آخذ؟ الإكسسوارات هي الأهم. هذه تناسب فستاني. لست متأكدة، لن تكون مناسبة. ماذا لدي غيرها؟ لا بأس بها، لكنها لا تناسب الحذاء. لن آخذك. أوه، قد تناسبني هذا. أحب اللون، لكنها ليست مميزة. لن آخذها. لا لا، مستحيل. ها، أبداً، تفقدت كل حقائبي. لا حقيبة تناسب زي. هل أحتاج حقاً إلى حقيبة؟ يمكنني حمل أغراضي فحسب. ربما لا. مهلاً لحظة، هذه مثالية. لدي خطة. سأضع مالي في المحفظة ولن أنسى مكياجي. إنها تتسع. لا أجل، أنا سعيدة جداً. هذا أفضل ويبدو حذائي رائعاً. الآن يمكنني الذهاب لتناول العشاء. لقد استيقظت. أصمت، كنت أحظى بأروع حلم. لا أحب الاستيقاظ مبكراً أبداً. شعري مريع جداً اليوم، علي غسله. لنجرب هذا مجدداً. هذا أفضل. سأجففه سريعاً بالمجفف. مهلاً، بشرتي باهتة جداً. لا بأس، لدي الشيء المناسب. سأضع هذا القناع على وجهي. سيصلح هذا كل شيء. إنه أشبه بكريم يحقق المعجزات. ستكون بشرتي متوهجة. لا أستطيع أن أنسى أنفي. يا للأشياء التي علي فعلها لأبدو جميلة. سأحتاج إلى المزيد. لم أحظى بما يكفي من النوم للحفاظ على جمالي. كان ذلك عملاً شاقاً. أنا متعبة جداً. سأغلق عيني لوهلة. لا يمكن لليونيكورن قيادة السيارة. يبدو أنني قد نمت. ما الوقت؟ لا، مستحيل. لقد تركت قناع الوجه لوقت طويل جداً. لا أستطيع إزالته. لماذا يحدق الجميع في؟ على الأقل سأبدو جيداً في الصور. لا، لا أستطيع السماح بحدوث ذلك. حسناً، فكري. لابد من وجود شيء يمكنني فعله. المكنسة. بالطبع، سأشفطه من على وجهي. هذا هو الشيء الوحيد المناسب. تمنوا لي الحظ. مهلاً، إنها تنجح. ها قد أزلته. هذا سهل جداً. هذا يعطي شعوراً غريباً. كدت أنتهي. ها قد أزلته بالكامل. بشرتي خالية من العيوب. سألقيك في القمامة. هذا سرنا الصغير، اتفقنا؟ لقد عدت. أريد أن أرى كل ما اشتريت. هذه التنورة تناسب أي شيء، صحيح؟ سأريك. انظري، إنها مناسبة للقميص الذي أرتديه الآن. تبدو جيدة عليك يا صوفيا. هل اشتريت حزاماً أثناء تسوقك؟ يا إلهي، هذا ليس جزءاً من المظهر. ربما كان عليك أن تجربيها قبل شرائها، لكن ربما أستطيع فعل شيء. إن كان لديك تنورة أو بنطال فضفاض، مرري الزر عبر أقرب حلقة حزام، ثم أغلقيه من هناك. لا تحتاجين حتى إلى حزام. أنت حقاً فتاة ذكية وعصرية.
يخبرني حاتي أن إيمي ستستعير التنورة في المستقبل القريب. ستكون رحلة مذهلة. أنا متحمسة للتشمس والاستمتاع بالدرجة الأولى. سأراك بعد عودتي. سأنهي حزم أغراضي هنا. سأخذ كل الملابس. ولن أنسى قبعتي الشمسية. لا يمكنني أخذ هذه الأحذية. أحتاج إلى صنادل. لدي زوج في مكان ما. فأر! لقد أتلف الصندل. أعده لي يا جرد. أعده لي يا جرد. قلت أعده لي. هيا غادر المكان. رحل أخيرا. مهلا، خطرت لي فكرة عظيمة. سأحضر هذا الحذاء الطويل وسأقص طرفه الأمامي هكذا، ثم أزيل القطعة المقصوصة. أحتاج الآن إلى قصة أخرى. وانتهيت. واو، النتيجة مذهلة. حصلت على زوجي صنادل. ممتاز، يا لي من عبقرية. حان وقت الشاطئ. إنه يوم الغسيل. من الجيد أن ملابسي المتسخة قليلة. هاو، بنطالي جينز المفضل، كم هو مريح. وضعت كل الملابس في الغسالة. لن يستغرق غسلها وقتاً طويلاً. سأتحقق من الوقت على ساعتي. سأجلس هنا وأنتظر انتهاء المدة. واو، هذه الأحداث حماسية. أجل، تابعت الحلقة الجديدة البارحة. أوه، الملابس جاهزة، سأتصل بك لاحقاً. حسناً، ها هي التنورة. ماذا؟ ماذا حدث لها؟ إنها صغيرة. لا 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 لا، هذا مستحيل. بنطالي الجينز. أوه، يبدو أنه سليم. سأرتديه حتى أطمئن تماماً. هيا ادخل. يجب أن أسحبه بقوة. أوه، لا فائدة من ذلك. لابد أنه انكمش هو الآخر. بنطالي المفضل، لا أصدق أني لن أستطيع ارتداءه. لقد أفسد هذا الحدث يومي. لا أصدق أنه انكمش لهذا الحد من غسلة واحدة. لحظة، ربما يوجد حل. سأقلب البنطال. سأرتديه على كلا الساقين. وبعد ذلك سأسحبه للأعلى. أجل، نجحت. لقد خدعت البنطال. ودعني تنورة، لم أعد أحتاجك. مرحا، تمكنت من ارتداء بنطالي العزيز. سيبدو جيدا كما في السابق. يمكنني بدء يومي الآن. أظن أن هذا هو العنوان الصحيح. أوه، لابد أن طلبيتي وصلت. تفضلي الطرد يا آنسة. رائع، أنا متحمسة لهذا الطرد من أستراليا. يجب أن أفتح الصندوق. هذا الشريط اللاصق محكم، من الصعب إزالته. أوف، لا طائل من ذلك. أو طبعاً، سأستخدم المقص. إنه يفتح الصندوق بكل سهولة. يجب أن أقص كل الشريط اللاصق. وأخيراً سأتمكن من فتح صندوقي. أو لا، وصل المقص للمعطف. لا، لقد أتلف المعطف. هذا الخطأ فادح. ربما توجد طريقة لإصلاحه. سأرتديه وأرى ما يمكنني فعله. سأحتاج المقص الآن. سأبدأ بالقص من مكان الشق. هكذا قصصته بالكامل. والآن يمكنني استخدام الجزء السفلي كتنورة. ستبقيه الأزرار في مكانه. وهكذا حصلت على سترة قصيرة وتنورة. واو، يبدو الطقم رائعاً. يجب أن ألتقط صورة له. سأحصد الكثير من الإعجابات. أجل، سأرسل هذه الصورة. أوه، آمل أن يعجبها. لقد أعجبها، تظن أنه جميل. رائع. أوه، حان وقت الاحتفال.
مرحباً، أحضرت لك هدية بمناسبة عيد ميلادك. يا إلهي، شكراً جزيلاً. العفو، حان وقت الأكل. أنا أحب الهدايا خاصة في عيد ميلادي. ماذا يوجد بالداخل؟ أوه، هذا حماسي. أوه، ما هذا؟ لا يعرف أي شيء عن الأزياء. أوه، هل أعجبك؟ هل هذه تنورة؟ إنها طويلة. إنه بنطال في الواقع، أعجبني لونه كثيراً. يا للهول، إنه بشع. لحظة، لا تقلقي، يمكننا تعديله. أوه، حسناً، لنجرب ذلك. حان وقت الاستفادة من هذه الهدية الكارثية. ها هو البنطال الفضفاض. سأحتاج إلى مقص للخطوة التالية. سأقص هذه الساقة فقط. جيد، سأخلع البنطال الآن. لم يعد بنطالاً، سأرتديه من الأعلى، وستصبح هذه الساق كماً. هكذا، أصبح البنطال الفظيع بلوزة مميزة. مرحباً، لقد عدت. واو، يا للروعة! لا أصدق أن البنطال بلوزة في الحقيقة. لا يبقى شيئاً. أوه، الجو بارد. هل ستمطر؟ أنا لست مستعدة للمطر. هاي، أنا مات. هل تريدين مشاركتي المظلة؟ سيكون هذا رائعاً، شكراً. يا إلهي، تغير شكلي. واو، هل تريدين مغادرة المكان؟ هيا بنا. كنت أحلم، لكن لم أكن أتخيل المطر. إنه مات من خيالي. هاي، إنه قادم. أوه، أنا سعيدة لأن لديك مظلة. عظيم، لنغادر المكان. من المؤكد أن الشهرة أمر رائع. أو لا، أنا أتبلل. أضيفي بضعة خطوط هنا. أجل، هذا مضحك. أو هاي. يا إلهي، إنها كيت، يا محاسن الحلو، كما لو كنا قد استدعينا النتانة. أجل، رائحة الحمام نتنة. لم تفهم تلميحي كيت. هل سبق أن استخدمت هذا الشيء؟ خذي، إنه لك، رشي الكثير منه. شكرا كيت، ترشيه على إطلقك. هيا لنذهب للفصل. ما تلك الكتابة على المرآة؟ كيت نتنا، ماذا؟ الرائحة يا سيئة، لا أشم أي شيء. يجب أن أمسحها. طيب، سأستخدم كمي. إنه لا يزول، تبدو أن هناك طريقة لمسحه. ربما سيساعد الماء. أوف، صنابير المدرسة الغبية، إنها معطلة دائماً. لا فائدة. أوف، سيرى الجميع الكتابة. خذي هذا يا كيت النتنة على المرآة. لا أطيق النظر إليها. لحظة، إنها تزول. هل أزالها مزيل العرق؟ سأجرب مرة أخرى. إنه مزيل العرق، القلم الخطاط يزول. لا أرى أي لطخة. ممتاز، تفادينا الأزمة. مهلاً، ربما حان وقت رسم لوحتي الفنية. سأخرج قلمي الخطاط وأعيد كتابة اسمي. انتهيت، هذا أفضل بكثيراً برأيي. كل هذه الدراسة تشعرني بالظمأ. حان وقت الصودا. أوف، لماذا لا أستطيع فتحها؟ كيف سأروي ظمأي الآن؟ جينيفر؟ ماذا تريدين؟
لا أستطيع فتحها، هل يمكنك مساعدتي؟ يا أبعديها عني. أو آسفة. يا كيت، يمكنني فتحها لك. حقا؟ يا إلهي، شكرا. تفضلي. شكرا جزيلا يا مات. شكرا جزيلا يا مات. إنها منعشة، لا أصدق أنه ساعدها للتو. يا للهول، إنها تشفط الصودا. لحظة، خطرت لي فكرة رائعة. روض ضمائي، سأرمي القارورة الآن. حانت فرصتي، سأجهز هاتفي. ممتاز، إنها اللقطة المثالية. انتهيت. يا سلام، ستكون مثالية. القليل من التعديل هنا. وأجل، هذا رائع. انتهيت، حان وقت إرسالها للجميع. هل وصلتهم؟ رسالة. كيت المسكينة، وصلتني رسالة. يا إلهي، إنها كيت، إنها تجلس هناك. ماذا يحدث؟ ماذا يضحك الجميع علي؟ تحققي من هاتفك يا كيت. ماذا يوجد على هاتفي؟ فيديو؟ هذه أنا. ماذا؟ لم أخرج القارورة من القمامة، بل رميتها في القمامة. عكست اللقطة، سيظن الجميع أني أكل من القمامة. نعم صحيح، هذا مضحك جدا. طيب، ارتديت ملابسي، سأضع حذائي هنا. أعشق هذه السترة الرياضية. هاي جينيفر. هاي كيت. لحظة، ما هذا؟ مستحيل، لديها زوج حذائي. ظننت أني الوحيدة التي عندها هذا الزوج. يجب أن أتصرف. وجدتها، ستنجح خطتي. يجب أن أتسلل خفية. حصلت على الحذاء، أحتاج لإخفائه الآن. هنا، هذا جزاؤك أيتها المقلدة. أهلاً، أين حذائي؟ لقد وضعته هنا. جينيفر، ماذا فعلت بحذائي؟ إنها لئيمة معي دائماً، ماذا سأفعل الآن؟ لا يمكنني الذهاب للجيم حافية. لحظة، ألهمتني هذه البالونات بفكرة رائعة. تعال معي أيها البالون. طيب، ماذا أيضاً؟ لست أفضل مني يا جينيفر. حان وقت حل مشكلة الحذاء. سأضع البالون على الأرض وأدوسه. الآن وبعد أن فرغ من الهواء، سأدس هذا الطرف. زيت، حان وقت البالون الآخر. وانتهيت، كما لو كنت أرتدي حذاء حقيقيا. طيب، أنا مستعدة للجام. ما الذي ترتديه كيت؟ يا إلهي، ما هذا الشيء على قدمها؟ أظن أنه بالون. هذا أكثر شيء مضحك رأيته اليوم. اضحك كما تريدان، لا أكترث. أنا هنا للياقة لا الموضة. هاي مات، هل هذه الربطة جديدة؟ تبدو رائعة عليك، يبدو أنك تتمرن بجد. سألتقط بضع صور لها. ما الذي تفعله كيت هناك؟ هل تصور مات؟ تظن نفسها ماكرة. أعطيني هاتفك. ما الذي تظنين نفسك فاعلة؟ يا ويلي، سترئ الصور. مات، انظر ماذا كانت تفعل كيت بهاتفها.
مهلا، ما هذا سيلفي؟ أوف، حفظت صورة السيلفي بالخطأ. جينيفر، أين المشكلة؟ وأعيدي هاتف كيت لها. أوف، طيب خذي هاتفك يا كيت. جينيفر لئيمة معي دائما، لكن كانت محقة هذه المرة. مع ذلك ستظل سري الصغير. بدت كأنها كانت تلتقط صورا لك بهاتفها. جينيفر، هذا يكفي، سأتحدث إليها. هاي كيت، آسف على ما فعلته جينيفر، كانت تعتقد أنك كنت بالفعل تصوريني. أجل، أنا آسفة. لا بأس، لا تقلقي، دعيني أريك شيئاً. هذه صورة الخلفية في هاتفي. هذه أنا على هاتفك. يا إلهي، وجهي يحمر خجلاً. أو رن الجرس. هل يمكنني اصطحابك لحصتك التالية؟ أجل، سيكون هذا رائعاً. ماذا حدث للتو؟ هذا ظلم، أكره هذا اليوم. أشعر بالملل. هل هذا رقم 4؟ أنا أستسلم، كيف تركز نيومي إلى هذا الحد؟ زجاجة الماء تلك تناديني. أوه، سأفعلها. ماذا؟ أعتقد أن هناك حشرة في زجاجة الماء خاصتك. حقاً؟ حشرة؟ لقد جعلتها تتخذ الوضعية المناسبة. واصلي البحث، هل ترين شيئاً الآن؟ هل أنا في البحر؟ أوه، انظروا إلى هذا الذيل الجميل. واو، عودي إلى رشدك. هل استمتعت بالسباحة؟ لا يهم، كان مقلباً غبياً. ما هذا؟ صدف؟ هل كانت في صندوق؟ إنها جميلة. مرحباً، ماذا وجدتِ؟ لا شيء، هل تريدين هذا؟ كلا، هل لديكِ نقود؟ لا أدري. لا أعتقد ذلك، عذراً. هذا محزن، خذي هذا. لا شكراً، وداعاً. فتاة غريبة، غريبة جداً. شعر. ما هذه الأشياء؟ ومن صاحبها؟ ماذا؟ هذا مقزز. إيو، كلها قمامة. لكن مهلاً، ما هذا؟ أعتقد أنه يمكنني استخدامها، ربما أصنع منها ذيلاً جديداً. لنبدأ العمل، يمكنني خياطة هذا. أنا بحاجة إلى أكثر من واحدة. قطعة الترتر الثانية قادمة. انظروا إلى ما يمكن لهذه الأشياء الجميلة فعله، إنها رائعة. حان وقت ارتدائه. يبدو كذيل حقيقي. ما رأيكم؟ مثل حرية البحر الحقيقية، لكن الزي غير جاهز بعد. سأحسن مظهر هذا الحذاء. والغراء البراق والحل، هذا اللون الأزرق مثالي. أكاد أن تايه هنا. هل تبدو مثل الزعانف؟ لأنني أشعر أنها كذلك بالفعل. أحسنت يا مسدس الغراء. هل هناك ثقب آخر؟ هذا محرج. لا ترتدي حوريات البحر ملابس ممزقة. انظروا إلى هذا التول، لقد أوحى لي بفكرة رائعة. ليبدأ الإبداع. تدا، يشبه هذا زي حوريات البحر. وداعا للثقوب، أشعر وكأنني حورية بحر أميرة. إنه يناسبني تماماً، من الأفضل أن أفرد شعري. هكذا، لا شيء يعبر عن حرية البحر كالشعر الطويل. عقدة غبية. مرحباً نايومي. أنا حسناً، سأدخل. حتماً المكان جميل هنا، أو ربما لا. أنا آسفة. ماذا حدث لشعرك يا فتاة؟ يلا من تسريحة جميلة، لكن هناك شيء عالق بشعرك.
حسناً أجل، إنه فوضوي. المشط الغبي. كفى. دعيني أساعدك. هلا، أي شيء إلا هذا؟ أبعدي يديك عني. أو رطبة جداً. لدي المزيد. حسناً. واو، هذا جميل. حقاً؟ أو هذا رائع، لا أصدق ما أراه. لا داعي للشكر. الخطوة التالية وضع المكياج، إنه الجزء المفضل لدي. انظروا إلى هذه الألوان، سأستخدمها كلها. هل أنت مستعدة؟ تشو! ماذا؟ هلا! ليتك حذرتيني. واو، هذا كالسحر. اللآلئ والبريق، إنه جميل جداً. شكراً لك. بالطبع، لا بأس. على أي حال أراك لاحقاً. والآن سأنظر عن كثب. إنه رائع. مهلاً، أريد مشبك شعر جميل. شعري ليس جميلاً بدونه. ما هذا؟ يعجبني هذا اللون. بدأت الأمور تتحسن فجأة. هذا المقص حاد جداً. اللآلئ لا يمكنني الاكتفاء منها. وهكذا سيصبح شعري أكثر جمالاً. هل تصدقون هذا؟ أشبه حرية البحر بالفعل. من الرأس إلى القدم. الذايلة، إلى الذايلة. أنا بحاجة فقط إلى رمل وبحر. أحسنت صنعاً. أقدم لكم نايومي الجديدة. هل أزداد جمالاً أم أنني أتخيل؟ ما الذي يحدث هنا؟ مهلاً، هل سيخرج ذلك شيء من مرحاضي؟ يبدو غاضباً أو شيء كهذا. لقد طبح الكيل، سأتولى الأمر بنفسي. ترى ما المشكلة؟ آمل أن تنجح هذه الفرشة. هذا مقزز، هل ما تزال الفرشة نظيفة؟ ربما علق شيء ما هناك، حان دور المكبس. لماذا لم يخرج أي شيء من المرحاض؟ إذن هل هذا كل ما تبقى لدي؟ أعتقد أنني سأبدأ الصيد. إذن أتمنى أن يكون شيء موجود في الداخل من محب الديدان. أدي مهمتك أيتها الدودة. واو، ابتعدي عن طريقي. واو، ما هذا؟ ماذا؟ حورية بحر جميلة. ما هذا؟ هذا غريب للغاية. حسناً، لدي شيء سيفيد هنا. وقت القليل من أنشطة التجميل. حسناً، ماذا تفعلين يا سكاي؟ هل يعجبك مكياجي؟ ماذا فعلتي؟ ما المشكلة؟ رموشك كثيفة جداً. لا ترمشي. لا تفعلي. حسناً، أصبح الوضع سخيفاً. ابتعدي عني أيتها الورقة. لا أستطيع التحمل لفترة أطول. ما هذا؟ أنا لست جائعة. جولي، مهلاً. لا، توقفي. الأجواء عاصفة للغاية. لا، تفضلي. أعتقد أن لدي فكرة لإعادتك. لن أستغرق صوب بضع ثوان. التقطي الحبل. تماسكي، المساعدة آتية في الطريق. أمسكته. أنا عائدة للمنزل. يا إلهي، هيا، لقد اقتربت بشدة يا جولي. رائع. فيو. لا، تريدين أن ترمشي، أليس كذلك؟ لا، لا ترمشي. مهلا، لا تفعلي ذلك يا سكاي، رجاء لا. لا أستطيع التوقف. حسنا، لا شك أنها قد بالغت في إضافة رموشي هذه المرة. لنشرب هذا. من المتصل يا ترى؟ ماذا؟ مرحبا. ماذا؟ حقا؟ مهلا، لا يهم. ماذا يجب أن أفعل الآن؟ الأسماك. مرحبا، لنشرب معا. الأسماك أروع المخلوقات. أشعر بالملل مجددا.
أوه، ما أجمل ذلك. أعتقد أن بإمكاني فعلها. ماذا؟ جميل، يذكرني هذا بوقت تنزهي في البحر، لكنني عالقة في البر اليوم. لم تدم تلك الكأس طويلا. لحظة واحدة. لا، أصبحت الكأس جزءا مني الآن. حسنا، لقد عدت. سكاي، مرحبا. سكاي. نعم. ماذا فعلت بشفتيك؟ يجب أن تسحبي الكأس بهذه الطريقة. هيا اسحبي معي بقوة. حسنا. اسحبي. يا إلهي، هذا جنوني. ماذا؟ لماذا تحدقين في وجهي بهذه الطريقة؟ لا شيء، أتمنى ألا تظلي على هذا الوضع للأبد. دعيني أفعل هذا نيابة عنك. حسنا، سيكون الأمر صعبا. لست واثقة أن هذا الخيار سيناسبك. لنستخدم هذه الفرشاة. فرشاة كريم الأساس. ماذا؟ لماذا لا تستخدمين أحمر شفاء؟ خذي. حسنا، انتهينا. سنلتقي لاحقا يا سكاي. إلى اللقاء. يا إلهي، ما مشكلتها؟ ماذا فعلت؟ يا إلهي، أتريدين التقاط سيلفي؟ أنيلي رأسك الآن. وضعي يدك هنا. رائع، لطيفة للغاية، إنها تستحق النشر بكل تأكيد. ماذا عن الصور الأخرى؟ ما مشكلة أظافرك يا فتى؟ هل تبدو سيئة؟ حسنا، لا تبدو جيدة بكل تأكيد. لا 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 لا، أمهليني دقيقة. ماذا يجب أن أفعل؟ أيمكنني أن لا، ربما يجب أن أتصل بأحد، أو ربما لا، ستصيبينني بدواري هنا يا جولي. يجب أن أتولى المهمة بنفسي. ماذا تفعلين هنا؟ هل ترسمين؟ وجدتها، أعطيني هذه. وقت العناية بالأظافر، وسنصنع لك مجموعة أظافر جديدة. علينا أن نحصل على الشكل الصحيح فقط. ممتاز، وبمجرد الانتهاء من تحديد الإطار الخارجي يمكننا البدء في استخدام القلم. انتظري لرؤية ما تستطيع هذه الآلة فعله. من يحتاج صالون تجميل عندما تكون لديه آلة كهذه؟ أوشكت على الانتهاء من الإطار الخارجي. ليس علينا سوى تلوينه الآن. وأنا أستخدم شكلك المفضل هنا يا سكاي. ستعجبك هذه الأظافر بشدة. هل أنت مستعدة؟ تفضلي. هل أعجبتك؟ أصبحت لديك أظافر سمك الآن. واو. يمكنك أن تشكرينني لاحقا. فيو، تحتاج الأظافر لمجهود كبير. إلى أين أنت ذاهبة؟ لماذا تجلسين هناك؟ يحتاج صديقي لبعض الرفاق. تفضل. ماذا؟ سمكتي. حسنا، كما تشائين. أصبحت أفضل. كنت في أمس الحاجة لهذا. انتهت المناديل على ما أظن. لا يهم، أين توقفت؟ رائع، انتهيت. قضيت وقتا مثمرا. حسنا، أنا مستعدة. هل أنت نائمة؟ ماذا؟ ما الذي حدث؟ أين أنا؟ ما هذا؟ جولي، ما المشكلة؟ شعرك في حالة يرسلها. لا يمكنك مغادرة المنزل بهذا الشكل. انتظري، وقت ترويض هذه الخصلات. هيا بنا. تمهلي. لا، لم أنتهي بعد. سأروض تلك الخصلات الآن. لا تتحركي الآن، أريدك أن تتوقفي عن الحركة. جولي. لا يبشر ذلك الصوت بالخير. هذه فرشاتي المفضلة، أعطيني هذه. ويحي، وداعا أيتها الفرشاة، لقد ساعدتني كثيرا. سأتذكرك بكل الحب. يمكنك الاسترخاء الآن. كم هذا مؤثر. لكنني لم أنتهي منك بعد. هل رأيت شيئا كهذا من قبل؟ بدأنا نحرز بعض التقدم الآن. سنستخدم هذه الآن. هذا غريب. حسنا، هكذا أفضل. صدقيني. يا إلهي، مهلا.
حسناً حسناً، هذا أفضل ما يمكننا فعله. مع الأسف. ماذا؟ لا شيء، إلا إذا أعرف كيف يمكنني مساعدتك بالضبط. مستعدة للقليل من السحر، لفات ورق المرحاض. سنلف شعرك بها هكذا ودون الحاجة لاستخدام أي حرارة، لنرى إن كانت الخطط ستنجح. اتفقنا؟ حسناً، ما رأيك؟ ألا يبدو شعري مذهلاً؟ حسناً، أشعر أنه يبدو مذهلاً. واو، هذا رائع. أتمنى لو كان شعري يبدو بهذا الشكل الآن. لم أرى شيئاً أجمل من هذا مطلقاً. يبدو هذا مثالياً للغاية.